السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال أندلس. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة عن تظلمات أولى ثانوي. تظلمات أولى ثانوي احنا معتادين اللي كان فيه تظلمات قبل كده يوم 26 وبعدين بدأ يعمل إعادة تظلمات تاني وكلمنا عن الموضوع ده وحطينا اللينك في الفيديو السابق. الموضوع النهاردة نتيجة بقى تظلمات أولى ثانوي. ما بين وبين ما بين الفرحة وما بين الحزن. ازاي بقى؟ وبالاخص اللي انا زعلان منه جدا اللي هو معاملة الوزارة للخدمات والمنازل. المعاملة بيعاملوهم معاملة غريبة شوية ومختلفة شوية. هنعرف كلام ده بالتسجيلات اللي جات لي من اولياء الامور ومن بعض الشهادات اللي جات لي من الطلبة نفسه. نتيجة تظلمات اولى ثانوي تظلمات في الادارة كله ناجح. كله ناجح. هنسمع فيديو دلوقتي صوت مسجل لولية امر بالكلام ده. راحوا عشان يعملوا تظلم عملوا تظلم فعلا وتظلم نجح في كل ايه ده كان ده في الجيزة كمان. طب ايه السبب وراء السقوط اصلا؟ يعني هما كانوا سقطوا ليه طالما هما هينجحوا وليه نجحهم طالما كانوا سقطوا؟ المهم يعني الحاجات دي كلها مستغربينها شوية ان ليه بس الاجازة ضيعوها في تظلمات ودور تاني ويحصل لولادنا ايه وما فيش فرحة ولا ده راح صيف ولا الكلام ده كله. يعني معناها الوزارة ما هيش عارفة اي حاجة من الكلام ده؟ يعني مش عارفة ان السيستم واقع؟ مش عارفة ان النظام كان واقع؟ يا جماعة احنا ما بنعترضش على النظام، احنا بنعترض على الاسلوب اللي بيطبق به النظام. تمام؟ يعني بالنسبة للنظام اولى ثانوي هو نظام مش وحش بس يطبق بما يرضي الله او يطبق كويس. تمام؟ اللي في برضه من ضمن الحاجات الغريبة اللي هنسمعها اللي في اماكن خدت فلوس حوالي 40 جنيه وفي اماكن 50 جنيه وفي اماكن تانية حوالي 100 جنيه. طب ده موجود فعلا؟ ولا لا؟ طب ما في اماكن تانية عملت تظلم ببلاش. يعني ده من ضمن الحاجات الغريبة في مدارس برضو زي مدرسة السعدية وهنعرف الكلام ده برضو في الفيديوهات اللي هنشوفها. تاني حاجة ان بعض الوزارات يعني بعض الاراء بلاش بعض الوزارات بعض الاراء لأولياء الامور وهم مسؤولين عن الكلام ده. يعني هنسمع التسجيل برضو عن ان راحت ام تتكلم مع ناس في المدرسة وناس راحت للإدارة قالوا الوزارة بعتت كده اهو بعتت ايه ان كله هينجح مفيش دور تاني. وهنسمع التسجيل دلوقتي ومفيش ملاحة. نسمع مع بعض التسجيل ونرجع تاني. هنسمع تسجيل نتيجة ظلمات نجحهم وهنسمع التسجيل التاني ان شاء الله. يلا نسمع مع بعض ونرجع تاني. السلام عليكم يا استاذ اسامه. دلوقتي احنا رحنا عملنا تظلمات في الاداره اداره جنوب الهرم في الجيزه وكنا طبعا يعني مش عايزه اقول لك الكم قد ايه والعدد قد ايه. المهم الحمد لله بعد ما عملنا التظلم فضلنا متابعين لغايه لما النتيجه طلعت النهارده والحمد لله كله نجح بلا استثناء. اللي جايب ماده واللي جايب 3 واللي جايب 7 واللي جايب 8 كله نجح. وفي زمايل ابني ما عملوش تظلمات والحمد لله نجحوا وعدوا. بس يعني احنا عشنا فترة ما يعلم بها لربنا. تخيل لما يبقى 80% من المدرسة كله شايل مواد والنهاردة 80% دولهم كلهم ينجحوا وبكرة بإذن الله الكل هيستلم الشهادات. ما عدا طبعا في طلبة ما حضروش مثلا زي الدين الحاسب الآلي دولهم هم اللي شايلينهم. إنما جميع المواد الأساسية بلا استثناء كله نجح سواء عملوا تظلمات أو ما عملوش تظلمات. فنحمد ربنا وربنا بقى يسترها معانا السنة الجاية إن شاء الله. واللي أنا بس مستغربة له يا مستر أسامة إن بيقولوا إن إحنا عن نفسنا إحنا ما دفعناش فلوس في التظلمات إنما في ناس كتير أولياء أمور كتير جدا دفعوا عن كل مادة 40 جنيه و50 جنيه في المدارس عشان التظلم. فأنا عايز أعرف إيه السبب. يعني مفيش حد عندنا في مدرسة السعدية بقى شايل مواد أساسية. اللي شايل بقى اللي هي الدين الحاسب الآلي الوطنية ادي اللي هم شايفينه. انما المواد الاساسية اللي كانوا كلهم او معظمهم او 90% واقعين فيهم اللي شايل 7 مواد واللي شايل 8 مواد واللي شايل 6 مواد كله نجح عدلوا النتيجة تاني وكلهم نجحين كلهم ناجحين ما بقاش في حد فيهم شايل ولا مادة. النهاردة رحت مدرسة ابني عشان اطلع ورقة الدكتور واجيب الشهادة بتاعته وكمان مختومة من المدرسة
عشان قالوا لنا الطباعه فتحت واللي عايز يجي ياخد الشهاده. فالمهم رحت لقيت الموظفه اللي بتطبع الشهادات مش موجوده، فقالوا لي انت عايزاها ليه؟ اساسا جات لنا من امبارح نشره من الوزاره ان الدفعه كلها نجحت، حتى كان في ولي امر انا واقفه جت قدمت يعني اتقدم على تظلم تاني عشان فتح النهارده باب التظلمات، راح قالوا لنا احنا جات لنا نشره امبارح اخر اليوم ان الدفعه كلها ناجحه، مفيش حد عنده ملاحه وما عندناش ملاحه لسنه اولى السنه. سمعت التسجيل؟ اهو ده اللي احنا شفناه. دي بعد كده هنشوف قدامنا دلوقتي صوره من نجاح طالب في اسكندريه بعيد الصوره اللي هو نجح في التظلمات قدام حضراتكم دي. صوره ثانيه قدام حضراتكم برضو اهي، يعني ده برضو بين نجاح لبعض الطلبه. وفي صوره ثالثه يعني اللي قدام حضراتكم دي شهادات ناجحه لطلبه ناجحين في اولى ثانوي بعد نتيجه التظلمات، يعني دول كانوا ناجحين اصلا من الاول وبعدين دخلوا نفسهم شايلين وبعدين راحوا قال لك هنعمل ظلمات، عملوا ظلمات نجحوا تاني. تمام؟ هنسمع برضه تسجيل لأم عندها توأم. توأم. برضه من ضمن الحاجات اللي تحزن، الاتنين شالوا سبع مواد. سبع مواد. عمل التظلم ورقي وهنسمع منها دلوقتي. وإديتهم دروس، المادة كانت حوالي 100 جنيه. بس ده ظلم ولا حلال ولا إيه بالظبط مش عارفين. تمام؟ هنسمع مع بعض الفيديو ونرجع تاني. مستر انا دلوقتي اولادي كان عندهم ملاحق، واحد عنده 5 والتاني عنده 2، يعني ما شاء الله 7 ملاحق، وكنت بديهم دروس ودروس كمان غالية، وعملت تظلمات ورقي والحمد لله الحمد لله لقيتهم من ناجحين الحمد لله. ايه رأيكم بقى في الكلام ده؟ كلام غريب شوية. ده بالنسبة لنتيجة تظلمات اولى ثانوي. انا بتمنى ان كل اولى ثانوي تنجح كلها، ما يبقاش في ملاحق، ما يبقاش في دور تاني، ما يبقاش في شهر 7، لان كل الطلبه دي مظلومه، كلها مظلومه بلا استثناء. فبنطالب طالب وزير التربيه والتعليم، بنطالب رئيس الدوله، بنطالب كل الناس المسؤوله عن التعليم في مصر، يا جماعه خلي بالكم من ولادنا. اولى ثانوي دي نبته، دي زرعه، دي عباره عن كيان هينمو في مصر هيخليها جنه. مش عاوزين نعمل فيهم حاجه، يعني مش عاوزين نتكلم اللي هيحصل ايه بعد كده. فنتمنى من الله عز وجل ان التعليم يكون احلى حاجه في مصر واعلى حاجه، لان احنا نتمنى الله عز وجل ان التعليم يكون هو الرايه اللي احنا وراها دايما، لان زي ما اتفقنا اول ما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرا، معناه للتعليم ده فريضه علينا كلنا. نتمنى نجاح التظلمات في المرحله الجايه، ويا ريت نبص بعين الاعتبار على الخدمات والمنازل، الناس مظلومه وربنا معانا. اي حد عنده اي مشكله ابعتها لي في التعليقات، وانا منتظركم اول باول. ونتمنى من الله عز وجل ان احنا نطلع ثانيه ثانوي نضاف، مفيش عندنا اي حاجه، ونتجه بقى لمستقبلنا احسن من اي حاجه ثانيه. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس، في امان الله.